مباراة الأهداف الستة 3-3. كرة من ضربة ركنية للأمام، الله الله، كرة مباشرة للعين، يتركها الآن سفيان رحيمي. جوانكا يأتي بالكرة، تعال خطيرة الكرة الماضية، الله، خطأ خطأ يخطئ حارس المرمى، والعين يسجل الهدف الأول، العين يسجل الهدف الأول. خطأ 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 سهل جدا، يستغل العين يستغلها، لابا لابا لابا، لا تكلف نفسك في البحث عن لاعب حاسم وعندك لابا. هذه الكرة، هذه الكرة اللي كانت منتظرة سهلة جدا ما بين الحارس والمدافع، لكن لابا لابا يسجل الهدف الأول. هدف يبدو غريب، لكن المتابعة المتابعة، نعم، لا تكلف نفسك في البحث عن لاعب حاسم وعندك لابا. لابا يسجل الهدف الأول في المباراة، ولابا دوم عنده الزود، دوم عنده الزود، نعم، ودوم يصنع الفارق ويسجل بالتالي الهدف الأول. هدف هنا، يحتفل لابا، يحتفل العيناوي، لكن لعبة الهدف كل نهاية. كلما كانت الضغوطات أكثر على الفريق المتصدر، وطبعا يعلم العين أن هناك من يتربص بالتعادل مثلا في مباراة اليوم، ولذلك عملية الإحماء مستمرة من جانب لاعبي الفريقين. كرة عن طريق دانيلو أربوليدا للأمام، بالخطأ في الكرة الماضية، تعود من جانب لابا ليحيى نادر، مستحوذ العين أكثر، مستحوذ أيضا أمام العروبة بصورة كبيرة، وخرج متعادلا بهدف عن طريق سفيان رحيمي لهذا اللاعب يحيى نادر. يحيى نادر عن طريق جوانكا يأتي بالعرضية للأمام، الله الله، لابا الحل، الحل إذا غابت الحلول فما لها إلا لابا، كوتشو لابا في بداية الشوط الثاني دائما موجود، دائما هو الحل، دائما. الله الله الله، هذه صعبة، هذه صعبة جدا. حارس المرمى اكتفى بالنظر، اكتفى بالمشاهدة، اكتفى بالمتابعة، لكن كرة قال له سجل، قال له سجل طبعا، وفي زاوية صعبة جدا، في زاوية مستحيلة. لابا الحل، غابت الحلول عندك لابا، وأنا قلت في الشوط الأول لا تكلف نفسك في البحث عن لاعب يلعب دور الحاسم إذا كان عندك لابا. يسجل لابا الآن ويتنفس بروف الصعداء، ويبتسم لابا ويبتسم العيناوي طبعا، لأن الأمور كانت صعبة، والهدف يسجل الآن، والمباراة في الشوط الثاني. العين يتقدم بهدف ثاني في كلاسيكو كرة القدم الإماراتية بدون جمهور، بدون جمهور طبعا، في التأكد من صحة الهدف في اللحظات الماضية. هل هناك، أي نعم، يشير إلى يحيى نادر بأن هناك ربما شك في عملية تسلل. وصل كرة للابا في المكان السليم، عندك سفيان رحيمي، الله الله، كايو كايو ظهر في أفضل توقيت، أفضل توقيت، عانى العين عانى العين، لكنه عاد مرة أخرى ليتقدم عن طريق كايو. كايو كايو، كنا نقول وين كايو، ظهر كايو وسجل كايو، وتنفس العيناوية الصعداء، لكن ضغط رهيب، ضغط عيناوي رهيب يثمر هدف التعادل. سفيان رحيمي ولمسة، لمسة 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 في منطقة الست أمتار، يسجل العين. ما أعتقد رح يرجع للفار الآن، ما أعتقد رح يرجع للفار. هذه اللمسة، هذه اللمسة من سفيان رحيمي، وبعد ذلك اللمسة اللي جاءت من جانب طبعا، لمسة في مكان سهل جدا، وضع قدمه، سجل كايو، وفي مرمى الزملاء الأمس يسجل كايو لزملاء اليوم في مرمى زملاء الأمس، يتقدم العين بهدف ثاني في المباراة الآن لصالح العين، وتكون الآن الشوط الثاني من المباراة الأهداف الثلاثة. وأخيرا ابتسم كايو، أخيرا ابتسم كايو في عالم كرة القدم. هذه انطلاقة، هذا هو لابا، الله الله، هدف، أوهو.
هذه ما تضيعها في حديقة بيتك يا جوانكا. شوف شوف شوف، سهلة 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 جدا الكرة الماضية، لكن بتضيع حطها له، قشرها له في المكان السهل جدا، لكن ضيعها بطريقة غريبة جدا، بتضيع فرصة. أربوليدا يتقدم، أيضا كوامي يتقدم، رافائيل يتقدم، الجميع كرة من ضربة ركنية خطيرة. مؤشرات الدرع عند العيناوية تبان في رمضان، تبان في رمضان، هو لابا، ما عندك حل هذا الحل، ما عندك حل هذا الحل، هذا الحل. الله الله الله، هذه فيها كل القوة وكل الرغبة وكل الدوري وكل الدرع 14، فيها غضب 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 غضب، ويسجل والعين يتقدم، والعين مضيع، لكن مباراة من الزمن الجميل، مباراة نعم هي من الزمن الجميل.